نحن أول شيء لنبلش المحاضرة لازم نفهم مفهوم الأساسيين. يعني أول شيء عبارة عن construct شيء اسمه الميجرمنت. construct هو عبارة عن مفهوم نظري، سواء هو كان عبارة عن ضغط الشرياني أو السكري أو شيء نحن بناخذه كقسم نظري، شو أسبابه، شو العوامل المواهب اللي عنده، شو بيرفع، شو بيخفض. الميجرمنت هو عبارة عن أعداد أنا بحسن قيس عن طريق هذا المفهوم النظري. هي الأعداد ممكن تكون شيء أداة، يعني مثلا بقيس فيها السكر، بقيس فيها ضغط الشرياني، ممكن تكون عبارة عن مفهوم نظري أنا بحسن قيسها عن طريق استبيان. أسئلة، مجموعة أسئلة بطرحها على المريض أو على الشخص، عن طريقه هذا بعطيه علامة، وبالتالي أنا بقول عنده هالمفهوم النظري أو عنده هالحدث أو ما عنده إياه. هلا عشان الميجرمنت نحن اللي بدنا نعتمد عليه لازم يكون في عنده معايير. هالمعايير لازم هو يحققها مشان اخر شيء نعتمد نقول انه هذا الميجرمنت نحن حسيناه عن طريقه، نقول انه نحن عند هذا ما عنده هالكونستراكت او لا، او هالمفهوم النظري او لا. هي عباره عن خمس معايير: الفاليديتي، ريلابيليتي، سنسيتيفيتي تو تشينج، وسكيل، وفيزيبيليتي. بالعربي المصداقيه والمعوليه، استاذ يوسف بركات، والسنسيتيفيتي تو تشينج والسكيل هي المدروج او نحن كيف بنقيس عن طريقه العينات، والفيزيبيليتي الجدوى. الفاليديتي كتعريف اذا بنشوف نحن هون عندنا هي الدائره، قديش انا عن طريق هذا الميجرمنت حسناه وصل لانا اللي بدي اياه. يعني شو هالاسئله هي اللي انا بدي اطرحها على المريض حسناه وصل للمفهوم النظري اللي انا بدي اياه. وبالتالي انا اذا ما حسنت او اذا كانت مجموعه الاسئله انا عم اطرحها متوجهني لغير اللي انا بدي اياه، فهو هذا بالنهايه هذا المعيار هو غير فلت. الفلت يعني بكل نحن لكل معيار من المعايير له كمان حبه نقاط لازم يكونوا محققه. الفلت نحن مثل ما شايفين هون مجموعه من الدوائر عم نطرح هالاسئله على كذا مرضى. اذا نحن صابت الهدف في النص فهو عباره عن هذا معيار وبيكون فلت. النصاني ممكن يكون احنا مجموعة الأسئلة هي فاليد والبقايا هي مو فاليد. بالنهاية وآخر واحد هو عم بيوجهني لشي مفهوم نظري غير اللي أنا بدي إياه بالمرة، فبالتالي هذا المعيار غير فاليد. لأقول إنه هذا المعيار هو فاليد أو لا لازم يكون كمان مقيم من كذا شغلة. من ناحية الكونستراكت وفي ناحية الفيس والكونشن. الفيس يعني بالنهاية إذا أنا هذا المفهوم أو الميجرمنت عرضته على هذا الشخص، فمثلا الاسئله اللي بدي اشوفها اول شيء هي رح تكون وجهه بالنهايه لهذا المفهوم النظري اللي انا بدي اياه، مو معقول مثلا انا وجهه لديبرشن عم بساله مثلا اول اعراض او مثلا اول اسئله مثلا شو عندك نسيان، عندك اغتياب، شو مثلا عادات الاكل عندك، فبالنهايه انا ما عم وجهه بشكل صحيح للشيء اللي انا بدي اياه هو عن طريق الميجرمنت. الكونتنت اللي انا بدي اياه هي عباره عن تناسق المحتويات اللي هي داخل هذا الميجرمنت. تناسق المحتويات يعني مثلا انا عندي مريض ديبرشن هي نحن ناخذ عليه المثال، عم بسال مثلا عن عادات النوم عنده، مثلا حققت انه هذا المريض هو عباره عن ديبرشن، على الطرف الثاني في مجموعه اسئله ثانيه مثلا عن السوشيال تبعه، لقيت لي انه هذا لا مثلا هو على المستوى الاجتماعي هو متفاعل هو جيد، فبالتالي ما حققت او ما في تناسق ما بين الجواب الاول وما بين الجواب الثاني. هاي الكونتنت نحن رح نستفيد منها بالفاليديتي وبالريليبيليتي. الناس اللي حنركز عليها لانه بالنقطتين هي موجوده وهي كثير معيار اساسي. بالنسبه للشغلات الثانيه الكونفيرجن والدايفيرجن اللي نحن بدنا نشرحها، نحن اي معيار بدنا نعتمده لازم يكون كمان عن بالنسبه للكونفيرجن نحن عم بالنسبه للكونفيرجن عم نقارن نحن هون بشيء نحن بالاساس معتمدينه من قبل. يعني نحن ميجرمنت مسوي لنا نفع على الديبرشن في مجموعه سكيلات نحن عالميه نحن بنختار منه، بس اذا انا هلا بدي انشئ واحد ففي عندي انا بالاساس بدي اقارنه مع واحد معتمد من قبل. نفس المريض راح اطرح عليه الميجرمنت تبعي والميجرمنت اللي هو بالاساس فاليد من قبل هو معتبر، اعطاني نفس النتيجه فراح اقول انه هذا كونفيرجن، اما اذا اعطاني غير نتيجه فبالتالي انا في اشياء في استفهام عن الميجرمنت اللي انا طارحه. بالنسبه للدايفيرجن هون انا عم اختبر هل هو الميجرمنت تبعي عم بيوجه المريض للشيء اللي انا بدي اياه او لا، شلون يعني؟ رح اجيب كمان نفس الشيء ميجرمنت، بس هالمره مو رح اجيب من نفس النوع، يعني مثلا اذا مثلا انا على الدبرشن ما رح اجيب ميجرمنت ثاني هو دبرشن كمان، رح اجيب مثلا واحد ثاني بخص الانجل مثلا. اذا مجموعه الاسئله او مجموعه النقط اللي جمعهم هذا الشخص اللي انا طرحت عليه هذا الميجرمنت تبع الانجل وجهده للانجل، فبالتالي انا الميجرمنت تبع الدبرشن هو بالتالي ما عم بيوجهه للشيء اللي انا بدي اياه. وهذا كمان صار في عنده اشياء استفهام عن هذا الموضوع. فبالتالي لازم يكون الكونفيرجن
يحقق معياري نفس المعيار اللي هو فالد من قبل معتمد. وثاني شيء اذا انا طرحت عليه نقطتين او ميجرمنت لكل واحد شيء من نقطه بعاد عن بعض، فلا لازم يوجهني للنقطه اللي انا بدي اياها وللشيء اللي انا بالاساس عم بيسال اللي هو المفهوم النظري اللي انا طارحه بالاساس. النقطه الثانيه المعيار الثاني اللي نحن رح نعتمده هو الريلابيلتي. شو الفرق عن الفاليديتي؟ نحن الفاليديتي انه نحن بدنا نجيب الهدف من النص، اما الريلابيلتي هو اذا نحن كررنا هذا الميجرمنت على نفس المريض هو رح يعطيني نفس النتيجه اللي هو قال اول شيء مريض ولا لا. اذا اعطاني نفس النتيجه فراح اقول انه هذا ريلابيلتي او لا. مثل ما شايفين احنا مجموعه الطابات هي موجهه بالنص، فبالتالي هذا هو فاليد هو ريلابيلتي نفس الوقت. كمان نفس الشيء نفس المجموعه الدوائر، اول مثال هو على اليسار هو مجموعه الدوائر اللي انا صابت الهدف اللي انا بدي اياه فبالتالي هو فاليد، وكذا طابه نحن ضربنا على الهدف من الخمسه وعطت نفس النتيجه فبالتالي هو انا كمان ريلابيلتي بنفس الوقت. الدائره الثانيه هو ميجرمنت ريلابيلتي بس ما وجهني اللي انا بدي اياه هو الفاليد او الموضوع اللي انا طارحه الاساس النظري اللي انا بدي اياه. الشيء الثالث هو لا فاليد ولا ريلابيلتي عم بيعطي اجوبه وخيارات هي ما عم تعطيني ولا نتيجه لانه انا استفاد منها بالاساس. هي كمان نفس الشيء مقارنه عند الكوريلابل وفاليد نظر الريلابل او لا. كمان نفس الشيء لنحقق هذا المعيار لازم يكون في عنده كذا نقطه هو لازم يساويها. الانترنال كونسستنسي نفس اللي فلت حكينا عنه بالكونتنت انه لازم يكون في تناسق بالموضوع او بالاسئله اللي انا طارحها. مو معقول مثلا اختلاف ما بين الاسئله او اجوبه عم تشتتني انا للشيء اللي انا بدي اياه المفهوم النظري اللي انا بدي اوصل له. الانتريتر هو نحن مشان نتجنب قصه بما انه هو نحن عم ناخذ ميجرمنت عم نطرحه على المريض فبالتالي بده يكون في ريتر او في بده يكون فاحص مع هذا الشخص. فراح اجيب انا كذا فاحص وراح اعطيه نفس الميجرمنت اللي انا طارحه راح يروح لنفس الشخص. فاذا اختلف النتيجه فبالتالي هذا الميجرمنت اللي انا عم قيسه عم يتغير من اختلاف الشخص. لا انا هون بدي افحص انه هذا الميجرمنت هو ثابت سواء انا جبت فاحص واحد فحصه او جبت 10 فحصوه فهو بالنهايه راح يعطيني نتيجه واحده، فبالتالي انا عم استبعد تدخل او اختلاف الفاحص اللي هو ممكن يساويه عن هذا الميجرمنت اللي انا طرحته. والتيست والريتيست كمان نفس الفكره، انا مثلا بعطي للشخص الميجرمنت بيرجع بعده اياه بعد فترة زمنية معينة فبالتالي راح يعطيني كمان نفس النتيجة. بعض الامور اللي راح تساعدني انه انا محقق ريلابيلتي بشكل اعلى بكثير انه انا بالاساس اعتمد على شيء معتمد ستاندرايز بروسيجر. الجنريتورز اللي حكيناها انه انا كمان واللي بدهم يطرحوا هالميجرمنت على الاشخاص لازم يكونوا عرفانين كمان هن بالاساس على شو عم يسالوا، وقت يجاوب كمان عليهم الشخص كمان عرفانين شو يحطوا الاجابة فبالتالي لازم ندربهم، لازم كمان راقبهم غير انه تدربهم كمان هن عم بيطرحوا او هن عم بيعبوا هالاداه تبعي كمان لازم راقبهم. لازم كمان استخدم مثل ما حكينا كذا ريتر عشان اتجنب العامل انه ممكن اجابة تختلف باختلاف هذا الشخص. واخر شيء كمان اخذ ملاحظات متعدده. الشغله الثالثه اللي بدنا نحكي فيها هي sensitivity to change. هل هذا المقياس تبعي انا حسناه يقيس او قادر هو يكتشف اي تغيير سواء كان بسيط سواء كان ايجابا او سلبا. اذا بالاساس انا الميجرمنت اللي انا طارحه ما راح يفرق لي اذا هذا الشخص مثلا سواء تحسن عنده العرض او نقص عنده العرض فبالتالي انا ما راح استفاد من هالمعايير او من هالميجرمنت اللي انا طارحه. لازم يكون هو حساس لانه قادر يحدد اي زياده او نقصان على الشيء الاساسي اللي كان عنده. السكيل انا بتشوف المقاييس اللي انا عم استخدمها نومينال هي اسميه مريض او غير مريض مثلا الربع اكثر ذكر او انثى. الاوردينال هي شيء رقمي تراتبي 1 2 3 مثلا. الستيج مثلا اعطيناه للمريض ستيج فلاني. انترفال هي معروفه مجالها من 1 ل 4 مثلا من 5 ل 8 من 9 ل 12 بعطيها كمان بحيث انه تكون نفس المجال. الريشن هي عباره عن نسبه والسكيل في كمان يعني تصنيف ثاني هو بالنهايه نفس الشيء تقريبا كاتيجوري اوف دينومينال والكونتينوس شيء مستمر هي رح تكون اوردينال رح تكون شيء رقمي ومستمر. هلا المفهوم ثاني نحن هذا كثير رح ينطرح علينا او كثير رح نشوفه نحن كباحثين بمجال الكلينيكال ريسيرش دائما نشوف الدائما السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي.
والبي في في بوزيتيف بريدكتيف فاليو او نيجاتيف بريدكتيف فاليو. السنسيتيفيتي اذا انا هذا المرض موجود، اذا هذا المرض موجود فانا قديش حسنان اكشف انه هذا المرض ايجابي. على عكس سبيسيفيتي اذا انا هذا المرض مو موجود فانا هل حسنان انه اكشف عن جد انه هذا المرض غير موجود. بالنسبه للبي في في هون عم يتحول انا من انه المرض لاعداد القياس تبعي، اذا اعداد القياس تبعي قالت لي انه هذا الاختبار هو كان ايجابي فهو عن جد ايجابي ولا لا؟ والعكس كمان اذا نيجاتيف بريدكتيف فاليو اذا قالت لي اداه الاختبار تبعي هل هو سلبي فعن جد هو سلبي حقيقه او لا؟ رح نلاقي نحن بالكتب او بالمراجع تبع الطب المفترض بالدليل البي بي في مع السبيسيفيسيتي كل ما عليت البي بي في او دائما مربوطين مع بعض، بحيث انا كان اذا كان في عندي البي بي في اعطتني قيمه ايجابيه وعن جد هذا كان الشخص حامل المرض بشكل فعلي فبالتالي انا كثير رح يوجهني اذا كان هو سلبي رح يقول لي انه هذا ما في عنده المرض تمام؟ فبالتالي دائما رح تلاقي علاقه كثير قويه ما بين البي بي في وما بين هاي مثال رقمي رح يوضح لنا هذا الشيء الانس والتيست بوزيتيف ونيجاتيف يس 118 عنده المرض العطى بوزيتيف بس انه ما عنده المرض هنا 39 نحن هون بالسنسيتيفيتي عم ناخذ الارقام بشكل عمودي او بشكل شاقولي والسبيسيفيتي نحن بدنا السلبيه اما هيك نحن بدنا الايجابيه بالنسبه للمرض ما راح افوت في تعقيدات الارقام بالنسبه للبي بي في والام جي بي نحن هون صرنا عم ناخذ الارقام بشكل افقي نحن بالاساس عم نقيس التيست عم ننطلق من التيست ما عم ننطلق نحن من المرض بحد ذاته مثل ما حكينا البي بي في لها كثير علاقه مع السبيسيفيسيتي والام بي في مع السنسيتيفيتي لازم لا تسمع البي بي في مع السبيسيفيسيتي لانه البي بي في انا مثل ما حكينا اذا انا هذا القياس تبعي هو اعطى نتيجه ايجابيه فهل هو عن جد نتيجه ايجابيه؟ اذا كان هذا النسبه هي كثير كبيره مثل 95% فبالتالي انا اذا طلع سبيسيفيسيتي اذا كانت النتيجه السلبيه 5% تمام؟ فبالتالي انا هون استثنيت كثير المرض تمام؟ فهن بيكملوا بعض تقريبا والام بي في والسنسيتيفيتي كمان نفس الطريقه بس على البي بي في والسنسيتيفيتي شوي مثال اوضح وايسر. اخر نقطه بدنا نحكيها بهالميجرمنت مشان نعتمد عليه او لا هو الفيزيبيليتي. بالنسبه للكوست يعني اكيد هو شغله كثير مهمه سواء هون عندنا او بدول اجنبيه بدنا نحسب الكوست تبعنا بالنسبه لهالبحث هذا، هل هو رح يطلع بنتيجه علميه مهمه انا رح تفيدني؟ رح احط عليه مبالغ ماليه كثيره، رح اطلع بفكره جديده ان كانت جديده على العالم او فكره او دواء جديد، حرزان انه انا حط هالكوست المبالغ الكبيره عليه. رح انطلق من منطلق علمي وبالنهايه رح اوصل انا بدي اياه بس كمان معي قصه الكوست. بالنسبة للتايم هون رح ناخذ كذا قصة صراحة. بالنسبة للتايم الوقت اللي أنا مثلا بتساوي عليه الدراسة بجوز تكون طويلة، هون رح أتعرض لكثير مشاكل قصة مثلا دفت بعض المرضى أو مثلا أنا ما عاد تابعه حدا سافر حدا هاجر ترك المكان اللي أنا عم ساوي فيه العينة. مشكلة التايم الثانية مثلا أنا عم ساوي الدراسة أو عم ساوي معيار عم طبقه بوقت مثلا نفترض انا بدي ادرس الانفلونزا بدرسها بالصيف هذا الشيء مو متناسق مع الوقت اللي انا بدي اياه. الشغله الثالثه بالنسبه للتايم انه انا مثلا الوقت اللي نفترض انا بدي اعطي استبيان مدته مثلا ساعه مو معقول مثلا يضل معي هذا الشخص او السامبل اللي انا معي اياها عم بيستنى ساعه تمام؟ بدنا نراعي كمان هالنقطه. بالنسبه للانفايرمنت هي عباره عن المكان اللي انا عم ساوي فيه مثلا مثل بلدنا بدنا نساوي جينيتك ستادي او مثلا تكوينات مناعيه معينه فمو متناسبه مع الامكانيات اللي نحن عنا فبالتالي لازم تكون الميجرمنت اللي انا عم ساويها هي بمكان متاح له الوسائل اللي انا ممكن اكمل فيها الفاليتي تبع هذا الميجرمنت. هلا هذا القسم الاول من المحاضره، المحاضره الثانيه هي عباره عن سرفايفل اناليسيس. سرفايفل اناليسيس دغري بذكر ببالي كلمة سرفايفل قديش العيوشية تمام؟ وبالتالي العيوشية مقابلها هو الديث. بالنسبة للكلينيكال ريسيرش هو هذا الموضوع أكبر بكثير من إنه سرفايفل.
هو حي راح يدرس لي الحي اللي افيت ممكن تصير، الافيت هي ممكن تكون ده، ممكن يكون اختلاط عمليه جراحيه، ممكن تكون مثلا نكس لمرض او مثلا نكس لورم بعد معالجه كيماويه، يعني وراح يتخطى قصه الطب البشري او قصه الاختصاص الطبي، ممكن احنا ناخذه بغير فروع، ممكن مثلا انا عم صنع لمبه فشغلت لفتره معينه، امتى مثلا ممكن تخرب او امتى مثلا ممكن تتعطل او مثلا اهلك، هذا المعيار راح يتحط اللي بنقول نحن الانسان الشيء الطبي راح يتعدى لغير مجاله، وهو مو قصه عيوشيه او هيف او قديش راح يعيش المريض او قديش فتره اطول، لا هو عباره عن ايفنت هي راح تصير انا راح ادرسها خلال فتره زمنيه معينه. بما انه خلال فتره زمنيه معينه فبالتالي انا لازم تكون هالفتره الزمنيه بدايه، لازم يكون في لفتره معينه ولازم يكون انا اعرف شو هو الحدث اللي انا بدي ادرسه، تمام؟ فهن هدول الاساسيات اللي انا بدي انطلق منه لان احسن ادرس سرفايفل اناليسيس. هلا رح ناخذ عنا امثله. البداية الحدث اللي انا بلشت فيه هو من وقت انا ما عالجت فيه، سواء معالجه كيماويه، معالجه مناعيه او معالجه جراحيه. هي النقطة اللي أنا بلشت فيها، الفترة الزمنية أنا راح أراقب فيها هذا الشيء عبارة مثلا عن سنة أو سنتين أو ثلاثة، فبالتالي أنا حدي الفترة اللي أنا خلالها بدي أدرس هذا الإيفنت اللي صار. مثال ثاني بعيدا يعني مشان ما أقول ديث وسرفايفل، خلينا نقول عن الهيربس فيجن، مثلا أنا صبت بالهيربس فشفيت، فبداية الإيفنت تبعي هي من وقت ما أنا انشفيت من الهربس، الفترة الزمنية اللي أنا بلشت فيها هي من الإيفنت، أنا أنت بدي أرجع أصير ريكرس للهربس تبعي، الفترة الزمنية هون كمان أنا بحددها، ضروري كثير أعمل السكيل هو عبارة عن أيام ولا طول هو عبارة عن أسابيع أو هو أشهر أو هو سنين. اخر سؤال هو الواي سرفايفل اناليسيس، مثل ما حكينا هو مو مقتصر فقط على العيوشيه او لا او قديش مثلا هذا المريض رح يعيش بعد معالجه معينه، لا هو اكبر من هيك، انا بستفيد منه مثلا لشوف قديش الدواء مثلا اثر على المريض بشكل ايجابي او لا، بتوصل خلال فتره زمنيه معينه، بقارن بين دوايين فيه، رح يتعدى مثل ما حكينا فكره انه السرفايفل هي مرتبطه مع قديش عاش المريض او قديش بعد فتره رح يموت فيه. كثير مهم ناخذ نحن شيء اسمه survival function او اختصاره هو الاس تي. الاس تي هو عباره عن survival function. هي صراحه بتخلط كثير من شرحك من قبل يمكن وشرحك بطريقه خطا او فهمك يمكن بطريقه غلط. فالسرفايفل function هي قديش من هالاشخاص اللي انا تعرضوا لهالخطر مثلا نفترض انا بعد معالجه في مرضى سرطان عالجتهم بطريقه معينه عم راقبهم لفتره سنه، تمام؟ هالمجموعه المرضى هذول نفترض كانوا 100 بعد فتره هن ضلوا 25 واحد. وبالتالي خلال هالسنه اللي تعرضوا مثلا للدلتا من 75 واحد. نحن دائما كنسبه ما بنطرح نحن بنقول انه والله مثلا نسبه المرضى او نسبه اللي ماتوا من هالتداخل هاو هن عباره 75%، لا نحن دائما بنطرح الجانب الثاني من التداخل اللي انا ساويته اللي هو راح يرغبوا الشخص الثاني اكبر او اللي انا الشخص اللي عم بتعامل معه. وبالتالي السرفايفل هي راح تضمن شغلتين، اول شيء التسعه هون اذا بناخذ نحن المثال قيس تسعه هو ربع، هي ربع لانه لازم تكون بين الصفر والواحد، لانه نحن بناخذها نسبه من 100 فبتكون بين الصفر والواحد. إذا اس 9 فبالتالي أنا عم راقب المرضى لمدة 9 شهور 25% من المرضى اللي ضلوا على قيد الحياة مثلا بعد التداخل اللي أنا ساويته، أي بعد فترة 9 شهور. يعني نحن إنه بنقيس العيوشية على دول الوطنية 25% بعد 9 شهور. الموضوع الثاني اللي بدنا نفوت فيه هن صراحه هدول الصفيانيين، هي المحاضره سرفايفل اناليسيس كثير معقده بالنسبه للان اي اتش، فيها كثير مفاهيم احصائيه وطرق احصائيه ورياضيات لابعد الحدود. بدنا نحاول ناخذ فيها شغلات يمكن احنا تفيدنا بالاساس البحثي اللي احنا بدنا نمشي فيها بحياتنا العمليه. هذا الخط هو عباره عن عمليه.
قديش من هدول المرضى او الايفنت ريت اللي صار هدول المرضى، بس نحن هون عم نقيسه بالنسبه ل 2000 مرض. فبالتالي اذا نقلت مثلا اللندا هي الخلافه الزمنيه 1%، فبالتالي النسبه اللي عم بصير عندهم هدول الايفنت هي 1% خلال كل شهر. انا هون ما عصب بعد فتره زمنيه فعم بقول بما مجموعه مثلا النسبه المعينه، لا انا هون عم بقول كل شهر رح مثلا يصير في عندهم ايفنت معينه هي مثلا نسبتها 1% او هي 2%. هذا بالنسبه لهذا الفانكشن. الطرق الاحصائيه او الاشخاص يعني مثلوا هالكيرفاغا اناليسيس باستبيانات او بطرق احصائيه، في عندنا نحن مثالين الكابلان ماير والكوكس موديل، ما رح نفصل فيهم كثير، رح نقول اهم النقط فيهم. كابلان ماير شغله بسيطه كثير ممكن تتساوى بالاي، براقب انا السامبل اللي انا اخذته على فتره زمنيه معينه، صار عنده الايفنت بتسجل عندي قديش كم واحد صار، بعد فتره ثانيه بضيف عليها، وبالتالي انا هون عم قيس على الفتره الزمنيه انا بدي اياها. خلينا ناخذها على مثال جديد، هون في عندنا السيرو كونفرجن بالنسبه للامهات يعني معهم الاف، وقديش البيبيز اللي هن جابوهم امتى رح يصير عندهم سيرو كونفرجن، هل هذا الشيء اذا اعطينا الادويه رح ياخره او ما رح يكون في تاثير كثير كبير عليه. اذا ناخذها نحن هون عارفين الزيرو بيودين وبلاسيبو. زيرو بيودين مثل ما قلنا الفتره الزمنيه هي الاس 24، هي 24 اسبوع 10% كانت، تمام؟ وبالتالي نسبه حدوث سيرو كونفرجن عند الاشخاص اللي اخذوا زيرو بيودين هي 10% بالمقارنه مع بلاسيبو اللي هن مبين الرقم هو اعلى من هيك بكثير. الكابلان ماير هو عم بيقارن لي ما بين مثلا ممكن زيرو بيودين وبلاسيبو، بس المتغير هو واحد، هو اخذنا هو بس فقط عباره عن سيرو كونفرجن لامهات عندهم ايدز والولد ولا بيبيز نحن اعطيناهم بلاسيبو او الزيرو بيودين. مو حسنا يقارن لي مثلا بين كذا متغير، لنفترض مثلا ساوينا لاشخاص او لسامبل اجراء جراحي، فهذا الشخص بعد العمل الجراحي هل هو مات كاختلاط للجراحه؟ هل هو مات للام اي مثلا صارت معه بعد الجراحه؟ او هو مثلا صار معه متغير ثالث هو اللي خلى هالوفاه يصير عنده او هذا الايفنت؟ فبالتالي كان في المية مو حسنا يسوي هيك شيء. نحن رح نعتمده هو عباره عن كوكس موديل، هو هذا الفارق الاساسي بيناتهم. مثل ما حكينا انه هو مو حسنا الزاوية او الكوفريريت هي كثير يقارن بيناتها كابل المية، نحن عم نستعيض عنها بالكوكس موديل. هي المحاضرة. طيب.